ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. نشر والد النجم المغربي أشرف حكيمي أخيرا صورا توثق للزيارة التي قام بها لمنزل الطفل الذي ظهر في صورة اجتاحت الفيسبوك وهو يرتدي كيس دقيق بلاستيكي كتب عليه اسم لاعبه المفضل حكيمي عائلة لاعب دورتموند. وبمجرد تواصلها مع والدي الطفل وتحديد منطقة تواجدها انتقلت إلى توزطة التابعة لإقليم صفرو، حيث قدم والد حكيمي للطفل كأسا وقميص حكيمي بالإضافة إلى عدة ملابس أخرى وألعابا ومبلغ مالي مهم. للإشارة، فإن الطفل الذي أصبح مشهورا بفضل تلك الصورة يعيش حالة فقر مدقع. سلام يوسف، كيف داير أنت؟ إن شاء الله نمشي المغرب ونشوفك. شكرا على المساندة ديالك. سلام. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.